بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهوريه الصومال الفدراليه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده اعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه الصومال الفدراليه الشقيق تحقيق المزيد من الاستقرار والنماء